في علم الطاقة في قانون الجذب بيقول إيه؟ بيقول إن أي حاجة الإنسان مقتنع بيها من جواه هي اللي هتحصل. يعني لو أنا مقتنع إن أنا جسمي مليان هشوف نفسي على طول تخينة وهتخن. لو أنا فضلت أقول لنفسي أنا تخنت أنا تخنت أنا حاسة إن أنا زدت 10 كيلو أنا زايدة 5 كيلو هزيدهم حتى لو أنا ما باكلش خالص. لو فضلت اقول لنفسي ان انا شكلي وحش قوي ده انا شكلي تعبان قوي ده انا شكلي كبرت قوي ده هو ده اللي هيحصل بالفعل. الحاجه اللي انت مقتنع بيها جواك هي اللي هتحصل. مقتنع ان انت انسان فاشل حتى لو عندك كل مقومات النجاح هتفشل. مقتنع ان انت انسان من جواك ناجح وعندك طاقه هتنجح حتى لو عندك كل مقومات الفشل. اللي انت مقتنع بيه جواك هو اللي هيحصل. مقتنع ان انت حد له قيمة وحد يستاهل التقدير بالتالي هو ده اللي هيحصل ان الناس كلها هتحس بقيمتك وهتقدرك. مقتنع ان انت حاسس ان انت مش فارق مع حد او انت مش مهتم بأي حد هو ده اللي هيحصل. هتلاقي نفسك في نفس الوقت اللي جواك هو اللي بينعكس وهو اللي بيحصل. ملهاش دعوة شكلك ملهاش دعوة مقوماتك الشخصية كل الموضوع له بقناعتك انت الشخصية واللي جواك.